السلام عليكم يا حلوين، كيفكم؟ اليوم إن شاء الله رح نبدأ في درس كيفية التعامل مع الطريق اللي هو عندي في الكراسة صفحة 10. نبدأ هنا كيفية التعامل مع الطريق. دلالات الإشارات الضوئية، طبعاً هاي الإشارة اللي عندنا هنا اسمها إشارة ضوئية. إشارة ضوئية مين اللي بيستخدمها؟ السيارات ولا المشاة؟ السيارات والمشاة، بس في إشارة ضوئية للمشاة خاصة فيهم، بس الإشارة بشكل عام، الإشارة الضوئية بشكل عام هي تستخدم للسيارات وللمشاة. ألوان يعني دلالات الإشارات الضوئية بدنا نشوف أنواعها. بالبداية عندي الأحمر، الأحمر للسيارات. إيش بيعني للسيارات؟ أنا جيت صفيت على إشارة كان ضاوي الضوء الأحمر في الإشارة الضوئية هاي، إيش بيكون إيش لازم أنا أساوي؟ أوقف ولا أستعد ولا أنطلق؟ قف، الأحمر قف. طيب بعد ما خلصت الأحمر ضوى عندي اللون الأصفر، اللون الأصفر بيدل على انطلق ولا استعد؟ طبعا استعد. كنت انت في حالة الوقوف، ضوء الضوء الأصفر، بدك تستعد، بدك تجهز حالك، تهيئ حالك كمان مرة انك بدك ترجع تكمل في الطريق. لما يدو الضوء الأخضر انطلق، الضوء الأخضر انطلق. تعالوا نتبع مع بعض في الكراسة. دلالات الإشارة الضوئية للسيارات الأصفر استعد، الأحمر قف، الأخضر امشي وانطلق. طيب أنا ماشية، مش بسيارة، ماشية مشي عادي. لاحظت إنه الإشارة الضوئية اللي للسيارات موجود في ضاوي الضوء الأحمر، اللي للسيارات ضاوي الضوء الأحمر. أنا مفروض إني أقف ولا أستعد ولا أنطلق؟ أنا الماشي أو المشاة، أنا بمشي على الأقدام مش بسيارة. أنا مفروض هيك أقف مع السيارات ولا أنا أنطلق؟ أكيد ما رح أنطلق أنا والسيارات مع بعض. السيارات واقفين على الإشارة، فأنا بهاي اللحظة لما هم يكونوا واقفين والإشارة عندهم حمراء بكون صلاحية لإلي إني أنا أنطلق بالمشي، أقطع الشارع أو أقطع الطريق. إذا الأحمر أعبر الشارع، الأحمر بالنسبة للمشاة أعبر الشارع، بالنسبة للسيارات أقف. طيب الأصفر بالنسبة للسيارات استعد. طيب وبالنسبة للمشاة كمان استعد، لأنه لسه السيارات واقفين ومعك مجال إنك تتحرك. طيب الأخضر، الأخضر للسيارات انطلق، والأخضر طب هسا أنا السيارات صار مجال إنهم بيتحركوا، بصير أنا أرمي حالي هيك من بيناتهم أو أقطع الشارع وأقفل الشارع وهم بيتحركوا السيارات؟ لا، لما أشوف إشارة ضوئية اللي للسيارات لون أخضر أنا بقف. إذا للسيارات قف، بس للمشاة قف. عفوا بالنسبة للسيارات انطلق، بالنسبة للمشاة قف. إذا الأحمر للسيارات قف، للمشاة انطلق، الأصفر استعد ترجحتين، الأخضر للسيارات انطلق، للمشاة قف، يعني عكس بعض. طيب نلاحظ هون ترتيب، طبعا انت بدك تلون الاشاره الضوئيه اللي موجوده عندك بالكراسه، بدك تلونها، بس كيف رح تلونها؟ بهذا الترتيب، الاحمر اول شيء، بعدين الاصفر، بعدين الاخضر، الاحمر بعدين الاصفر بعدين الاخضر. اهميه الاشاره الضوئيه، انا شو بستفيد من الاشاره الضوئيه؟ ممكن مثلا شارع ما في اشاره ضوئيه، سيارة جاية من هون، وسيارة من هون، وسيارة من هون، كلهم مع بعض، صار عندي أزمة سير. هيك ما في تنظيم. إذا هم وضعوا
في وضع الإشارات الضوئية لحتى تنظم حركة السيارات وكمان إيش؟ والمشاة، لأنه المشاة معتمدين. يعني مثلا هسه رحت على شارع في شوارع كثيرة وما فيها إشارة ضوئية، سهل علي إني أنا أقطع الشارع؟ مش سهل، كثير صعب وكثير خطر على حياتنا إنه نقطع الشارع في مكان مش منظم السير فيه، أو ما في إشارة، أو مثلا ما في شرطي مرور ينظم السير. أنا في هاي الحالة خطر علي كثير إني أقطع الشارع أو أعبر الشارع. أهمية الإشارات الضوئية إذن تنظيم حركة السيارات والمشاة، وبتبعدنا عن الخطر، تبعدنا عن الخطر. السلوك السليم في التعامل مع الطرق لحمايتنا من الأخطار والحد من الحوادث. السلوك السليم في التعامل مع الطرق، شو عندي أول سلوك؟ إني ألتزم في الإشارات الخاصة بالطريق. إجت سيارة عندي، أنا شايفة إنه الإشارة ضاوية لها أحمر، مفروض السيارة شو؟ توقف على الإشارة وتلتزم فيها، فأنا علي إني أنا أعبر الشارع. هاي السيارة قررت إنهم ما بدهم يلتزموا بالإشارة، وبدهم يخالفوا أنظمة السير ويقطعوا الإشارة وهي حمراء. إذا هيك أنا صار خطر على حياتي، أنا لما أقطع الشارع والسيارة تقطع، طيب الإشارة ضوية أحمر، مين اللي مش ملتزم في القوانين؟ اللي هي السيارة، أما أنا ملتزمة. أنا شفت الإشارة الضوئية للسيارات وأنا أحمر، للسيارات قف، بس للمشاة أعبر، فأنا عبرت الشارع. بس أنا أعبر الشارع والسيارة تعبر الشارع بنفس اللحظة، راح يكون علي خطر وعلى السيارة كمان. إذا الالتزامات بالإشارات الخاصة بالطريق، ركوب الحافلة والنزول منها بانتظام. لما أركب الحافلة مثلا الباصات اللي نطلع فيه، الباص أشرت له وهو ماشي لسه بيهدي بده يوقف، أنا بكون طالعة فيه وهو بيتحرك، أنا بكون طالعة فيه، هذا السلوك صحيح ولا لا؟ طبعا لا، لأنه في خطر على حياته، ممكن إنه تنزل عن الدرجة أنت أو توقع عن الدرجة ويدعسك الباص وهو مش منتبه لإلك. إذا لازم أركب الحافلة بطريقة صحيحة أو بنظام، حتى لو كان مثلا في دور على الباص، في أزمة كثير والناس كثير بدهم يطلعوا على هذا الباص، ما بضارب الناس اللي حواليه حتى أطلع على الباص، بطلع في انتظام، إجا دوري إجا، ما إجا بستنى الباص اللي بعده. طيب والنزول منه نفس الحالة، أنا بدي أنزل من الباص، ما بنزل إلا لما أتأكد إن الباص وقف وقوف تام، يعني زي وزي الاصطفاف، كأنه واقف وصاف في الشارع، أما هو بيتحرك أنا أنزل منه، ممكن إني أوقع على وجهي، ممكن إني هو ماشي يكون في سيارة بجنبه، أنا أنزل من الباص ألاقي حالي قدام السيارة الثانية وتدعسي. فإذا لما أركب في الباص ولما أنزل منه المفروض إني أنزل وأركب بانتظام. اللعب في الأماكن المخصصة كالملاعب وعدم اللعب في الشارع. في عنا بعض الطلاب وخصوصا في المناطق اللي ما فيها حدائق، بنلاحظ ان الاولاد بيلعبوا كرة القدم او بيلعبوا اي لعبة بالشارع، فجأة بيطلعوا سيارات موجودة وبيطلعوا يعني من بيناتهم على وسط الشارع، ممكن تجي السيارة وتأذيهم وتدعسهم. فإذا ما بصير إني ألعب في الشارع، مفروض إني ألعب في مكان مخصص، أسجل بنادي، أشوف ملعب، ألتزم مع ملعب، ألتزم مع نادي، أضيع وقتي فيه أو إنه ألعب فيه مش بالشارع، لأن الشارع خطر عليك وخطر على سائق السيارة اللي ممكن يأذيك ويتأذى. حتى طيب احنا ليش ما بنلعب في الشارع؟ حتى ما نعرض حياتنا للخطر وما نزعج
ترس الكرة على شباك جارنا تكسرها، على سيارة جارنا تكسرها. إذا هيك الجيران رح ينزعجوا منا. حتى ما نزعجهم نلعب في أوقات محددة وأماكن مخصصة للعب، ساحة فاضية، ملعب مخصص لكرة القدم مثلا. لازم نلتزم بأوقات محددة، مش مثلا أصحى على الساعة 7 الصبح أصحى من النوم على صوت أولاد الجيران بيلعبوا بالشارع. هذا الكلام صح؟ طيب بوقت متأخر من الليل أصحى على إزعاج أولاد الجيران بيلعبوا بالشارع كمان ما بصير. لازم نراعي وقت محدد للعب. طيب إن شاء الله نكون خلصنا صفحة 10 من كيفية التعامل مع الطريقة. نلون الإشارة، بدنا نحفظ ألوان الإشارات ودلالة كل إشارة للمشاة وللسيارة. شكرا لكم.